سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريخ. في سجلات نصر أكتوبر المجيد، أحداث وشخصيات بذلوا العطاء فاستحقوا الثناء تقديرا لما قدموه من أجل عزة وكرامة الوطن. وفي تلك السجلات تسطع أسماء ورموز يتلألأ ذكراها في السطور والكلمات. ومن بين هؤلاء الأبطال الفريق أول كمال حسن علي، مدير سلاح المدرعات أثناء حرب أكتوبر. ولد الفريق أول كمال حسن علي في 18 من ديسمبر عام 1921، وتحقق حلمه بالانضمام إلى الكلية الحربية، وتخرج فيها في الأول من سبتمبر عام 1942. وفور تخرجه قاد إحدى سرايا الدبابات في الحرب العالمية الثانية، وتدرج في المناصب القيادية حتى وصل إلى منصب مدير سلاح المدرعات عام 1972. ويتجلى دور المدرعات كأحد أهم مفاتيح النصر في حرب أكتوبر عام 1973. وفي يونيو عام 1975 يتولى رئاسة جهاز المخابرات العامة المصرية، ويتولى بعدها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ثم يتولى منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي في الفترة من أكتوبر عام 1978 وحتى مايو عام 1980. ويواصل الفريق أول كمال حسن علي مسيرته ويتولى رئاسة مجلس الوزراء في يونيو من عام 1984. وفي 27 من مارس عام 1993 تفيض روح البطل إلى بارئها، تاركا خلفه تاريخا ناصعا من البطولات والإنجازات لا يمكن أن يمحى من الذاكرة الوطنية المصرية.